السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتو آدم ومش مشتركين قناة كتو آدم. في يوم جديد وحلقة جديدة عن تجهيز حمام النش لموسم التماسك. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم في كام نقطة كويسة كده، ونوريك برضو كام حاجة كده برضو معانا في قلب الغية. قبل ما نخش في موضوعنا، طبعا بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمه حلوه على دماغنا من فوق. تحياتي لجميع الناس اللي علقت لي على الفيديو اللي فات. كنت بقول اول مره لزرع ريشة فرده حمام في جناحه، ورساله لكل هواي الحمام. طبعا في ناس كتير علقت لي، والاول مره كانت بتعلق لي على القناه. ده اخلاق الغيه، ده احترام الغيه، ده اللي احنا اتربينا عليه، ده اللي احنا تربينا عليه. ربنا بيسامح، احنا بشر، احنا عبيد، فما نسامحش ليه؟ ليه اللي هو كل واحد يبقى ايه شايل من ده وشايل من ده؟ هي الدنيا ابسط بايه، بالبساطه، وما فيش حد والله العظيم يعني بياخد حاجه معاه. السيره هي اللي بتفضل، فالسيره اطول من العمر. طبعا تحياتنا لجميع الناس. النهارده ان شاء الله خد بالك، معلش انا مركز في حته حموم الحمام دي عشان دي اساسيات. معلش ان كنت مثلا بطول بقى فيديوين ثلاثه اربعه، بس دي اساسيات. وانا في حمام لسه ما جهز وفي حمام جهز، فاللي هو جهز شغال معاه خطوه بخطوه، اللي ما جهز ادي الفيديوهات دي هتنفعه لما حمامه يجهز. طيب انت بتركز على الحاجات دي؟ بركز على الحاجات دي عشان الحمامه دي تخدم معايا طول موسم النش، ما تجيش في نص الموسم وتقع مني، ما تجيش اللي هي ما تكملش معايا بقيه الموسم. طيب النهارده اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو حمى الحمام بخل. طيب قلت لي طب هي ايه علاقه الخل بحمى الحمام؟ الخل ده بيفتح مسامه الحمام، يعني بيفتح المسامه بتاع الريش بتاع فرد الحمام. طيب عشان لما فرد حمام بيبقى عنده اراده وعنده نحاله في الريش، بنبقى نشتغل معاه بالخل. فاصبح كده لما انا بحميه ميه بخل يفتح لي المسامه بتاعت ريش الحمام، برضو بيمنع السوس من الحمام، بيمنع اي اكسده في الريشه بتاعت فرد الحمام، وده برضو من فك عضل الحمام وبينشف ريش الحمام معايا. فهي قصه اللي هي الخل، ملح، الحاجات اللي انا بقولها لك دي، الحاجات دي اساسيه. فالفيديو الجاي برضه هنتكلم فيه لازما اللي انا بعد ما احمي بملح وخل والحاجات دي كلها، لازما انزلهم من على جسم فرد الحمام، لان ده بيبقى اكلان في برضه في الحمام. يعني زي ما بينفع في الريشه، ممكن برضه بيدور في قلب الجسم اللي هو فرد الحمام، بتلاقيه بيفرك على طول. فاحنا برضه عشان ما نسابقش الاحداث بنشتغل بحاجات اللي هي تفيدنا، وبرضه بنشتغل اللي هي ما تضرناش. يعني الحاجه نبقى ماشيين معاها، يبقى احنا عارفين واحنا بنشتغل، عارفين احنا بنعمل ايه، عارفين الخطوه اللي بعديها هتبقى ايه. مش هحمي واسيبهم، انت فاهم، عشان خاطر اللي انا ما يجيليش اراده، وعشان الملح ينشف الريش. لا، في حاجات اللي هي لازم تتعمل، وفي حاجات بعديها لازم برضه تتعمل. في حاجات بتنفع وما بتضرش، في حاجات بتنفع وفي بعدين بتضر. فاحنا ولا عايزين ولا ضرر ولا ضرار. معلش بقى ان كنا طولنا عليكم. طيب دلوقتي احنا جايبين، معلش بقى الشمس ضربه يا جدعان، جايب انا طبق اهو، ده ما بعملوش والله يا جدعان على الاخر. طبعا تحياتي لاي حد بيكتب كومنت الطبق غويط، حط قالب طوب، الحاجات دي احنا كلنا بنكمل بعضنا، احنا كلنا بنفيد بعضنا. فممكن انت شايف حاجه من ورا الكاميرا انا مش شايفها، اللي انا اللي مقدم الفيديو، فانا ما بملاش الميه اللي هو الطبق على الاخر. فالنهارده جايب لهم برده اللي هي حاجه ايه صغيره كده برده، بحيث ان هم ايه برده ينزلوا اللي هم ينزلوا يستحموا كده اهو، والطبق ده انا مشملاه على الاخر. طيب تعالى هنا، دي الخل، ده الخل اهو، ازازه خل ابيض، خل ابيض ماشي يا رجاله اهو. شويه بس كده وشويه هنا كمان، وده انا بشيله من قلب الغيه. يعني انت لو انت واخد في جردل ميه اي حاجه، برده انا ما بخلوش في قلب الغيه،
ممكن فرد عام يطلع يختص، فاحنا بنطلعه بره العشه بتاعتنا خالص. تمام تمام هنقفل بس الباب بتاعنا، الباب القاطع. هوريك برضو حاجه كده معايا عشان تبقى انت عايشها. ادي فرد حمام ده اهو، اهو العنبري ده فيه نحاله، فيه زي قراده، ده مش قلش. بص اهو، بص اهو واضح معانا كده. فبعمل ايه؟ اهو شويه خل اهو، وبدعك له الجلد بتاعه. طب ده انا واخد بالي منه او شايفه، يعني ده واخد بالي منه وشايفه، فانا لما ادعك له الجلد بتاعه بقطنة بشوية خل بفتح له المسامة بتاعت اللي هو يعتبر رقبة فرد الحمام. طب في حمام انا مش واخد بالي منه، في حمام ممكن يكون في قرادة هنا اهو، في حمام ممكن يكون قرادة في الاصعب تحت، ممكن يكون عند المخرج بتاعه او عند المشخ بتاعه، ممكن يكون في جناح. فانا برضه عشان خاطر لازما ايديا بتبقى في الحمامية، لازما اللي انا بشوف دي بشوف دي كده، يعني ايه بتبقى عايش مع الحمام، مش اللي انت مثلا خدمه وخلاص، يعني اللي انت تحط له اكل وميه وخلاص. ده بالنسبه للعنبري اهو، دعكت له اهي دي، واوريك ان شاء الله فرد الحمام ده برده ايه لما بيطلع الريش بتاعه. اهو العنبري اهو على بابه على طول، وادوهم شويه ميه بخل كده. لا هو بالحب كده يا جدعان، يعني بقى عايز بقى مثلا قطعين ثلاثة، عايز مثلا 10 سم كده على الشوية اللي هي الطبق ده اهو. اهو مش عارف بقى الصورة واضحة كده ولا ايه الدنيا. تعال كده، بسم الله. اظن كده هو ادي الحمام اهو، ابتدى اللي هو بيكس معايا في الفيديوين اللي فات دولت. يعني احنا داخلين كده في قصه اسبوع ولا حاجه، كل الحمام ده الحموم بتاعه على الارضيه، ما فتحتش لسه شبكه الابراج اهو. فكتف فرد الحمام بيبان، كتف فرد الحمام بيبان معايا. لما اجي افتح له ما بفتحش شبكه الابراج دي الا لما يكون الحمام بتاعي جاهز. بص فرد الحمام طالع ما بيأدبش، فرد الحمام طالع بيعمل كده على الأرضية بتاعت الغية بتاعتي، يبقى فرد الحمام كتفه شغال. في حمام لسه كتفه ما اشتغلش، فأنا كده كده برضه متابعتي فيه أهو. بص أهو، بص نازلين إزاي؟ تعالى يلا يلا أهو. الحمام ده لو حميت يومين بقفل يوم، وما بخليهمش قاعدين مع بعضهم من صباحة ربنا، عشان برضه ما تعديش معايا مشاكل فيما بعد، شخورة والحمام ايه يركب بعضه ويعشق بعض. ماشي تعالى هنا اهو، بص يلا. ده الشبكة مقفولة معايا، الشوية دولت فتحنا لهم كده. أول مرة بقى هفتح لدول مع دول، أنا هفتح لكام واحدة كده بحيث إن هما ينزلوا بقى كلهم يستحموا مرة واحدة. ده برضه بيتفتح له، هو الحمام الكبير ده
شغال معاه، دول خدوا اللي هو المستحم بتاعهم بيتقفل عليهم، دول بيتفتح عشان امشي معاهم خطوه بخطوه، امشي او اظبطهم مع بعضهم بحيث ان هم كلهم يجهزوا معايا مره واحده. الفار يا جدعان كان واخد ريش، فاكر العمام ده؟ الفار كان معرض ريشه خالص اهو، فانا سلت له الكام ريشه دول. استاذ اللي احنا سرقنا له الريشه بتاعته ما بفتحلوش، بريحه عشان كده ما يتكتمش ولا اي حاجه. ده لسه ما خلص، لسه على واحده نسيبه. تعال بقى كده واضحين معاكم ولا ايه الدنيا؟ هحاول برضه ايه اجيبها على جنب كده. ابداوا بقى ان هم ينزلوا، وبرضه انا عامله لهم مسكتين برضه بحيث ان هم ايه تحديد قدامهم الدنيا زي الفل. تمام يا رجاله، ادي الحاجه ايه قدامكم. ما تستعجلش اللي انت تفتح شبكه المرايه، ما تستعجلش اللي انت تسيب الحمام، لا انا عندي كده بقفل لهم الشبكه ايه من الجناب من ناحيتين ومن الناحيه دي عشان ما فيش فرد حمام يطلع معايا. كده كده هيجي وقت اللي انا هفتح لهم، يعني كده كده دلوقتي فيما بعد هفتح لهم، ما فيش اي مشكله. بس لما افتح لهم واكون شايف ان هم كتفهم خلاص شايلين نفسهم اللي هم يطلعوا على الظهر ينزلوا فرد حمام يقوم القصه دي، يبقى انا افتح لهم وانا مطمن ما اخافش. استاذنكم برده عشان اذان العصر، فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فانتظرونا ان شاء الله من جديد. كان معكم فوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله.